نكمل مع بعض في الروت لوكس للنيجاتيف فيدباك سيستم، والنهارده هناخد المثال السابع. خليكم معانا. مثال 7، مديني الدي اوف اس بالشكل اللي قدامك ده والاتش اوف اس بواحد، بيقول لي ان انا عندي نيجاتيف فيدباك سيستم والكي نون نيجاتيف كونستانت، وبالتالي ده عباره عن نيجاتيف فيدباك اوفر اول سيستم. بضرب الدي في الاتش بالشكل اللي قدامك ده الاوبن لوب ترانسفير فانكشن، وعندي كمان قانون الكلوزد لوب للنيجاتيف فيدباك سيستم بالشكل ده، باخد المقام بسويه بالزيرو يبقى ده الكاركترستيك ايكويشن زي ما شرحنا قبل كده كتير. هروح لستيب 1. ستيب 1 اول حاجه بجيب البولز والزيروز للجي اتش واعملها توقيع على الاس بلين. الجي في الاتش قدامنا بالشكل ده، هروح اقول ان الزيروز عندي بتاعت البسط، ما فيش زيروز في البسط لان ما فيش كوس في اس في البسط، وبالتالي عندي الام بزيرو. هنروح للمقام البولز، عندي اس تربيع واس واس، يعني اس اس 4 يبقى عندي كام بول؟ 4. هاخد المقام بيساوي زيرو احلله بالاله، يبقى عندي اس بزيرو واس بسالب 2، ودي احللها بالاله تطلع عندي سالب 1 موجب وسالب 2 جي. ابتدي اوقعها على الاس بلين تطلع بالشكل اللي قدامك ده. يلا ستيب 2. ستيب 2 اجيب الروت لوكي عندي على الريال اكس. خلي بالك عندي 2 كومبلكس بولز، دول مش بيتاخدوا في الحسبة او مش بيتاخدوا في العدد. نبدأ من ناحية اليمين، هنا ده 1 اللي بعده 2، تمام؟ يبقى ده 1 وده 2 ومش بعد الكومبلكس عندي. خلي بالك هنا دايما البولز عندها الكيب 0، اما الزيروس الكي عندها تقول لي ما لا نهاية. هنبتدي نعمل الروت لوك عندي، ارسمه. هاجي من ناحية اليمين، اول واحد يقابلني 0 او بول على الريال اكس، اجي على شماله مباشرة بعمل الخط بتاعي لغاية فين؟ لغاية ما يقابلني اللي بعده، اعمل الخط بالشكل ده. طب اللي بعده في حاجه؟ لا خلاص كده اقف، يبقى عندي المنطقه دي بس اللي فيها روت لوكي. وبالتالي هروح لخطوه 3، عايز نمبر اوف برانشز اللي هو المنحنيات اللي برسم بيها الرسم. هجيب ماكسيمم ان وام، ماكسيمم 4 و0 يطلع ايه؟ 4. اروح لستيب 4 عندي، هجيب الاسيمبتوتس عندي، معناها ان الخطوط المستقيمه اللي بتقول لي ما لا نهايه، ودي خطوط مساعده. اول حاجه في الخطوه دي بجيب نمبر اوف اسيمبتوتس اللي هو ان ناقص ام يطلع 4 ناقص 0 ب4. نروح للانترسكشن بتاعي بجيبه من القانون ده، زي ما قلنا عندي البولز اهو وادي الزيروز، بجمع البولز ناقص مجموع الزيروز. البولز عندي هجمعها كلها تطلع بالشكل ده. قلنا طول ما في ايماجينري مش بتاخده في الحسبه، بتاخد الريال بس بتاعه، تمام؟ وتجمع كله ناقص افتح قوس الزيروز اللي عندك على ان ناقص ام اللي هي 4، تطلع القيمه دي بسالب 1. دي بعمل لها توقيع على الرسم ايا كان مكانها، مش بيفرق معايا مكانها، بعملها توقيع مباشره. طب زاويه المستقيمات دي اجيبها ازاي؟ من القانون ده. نبدا عندنا كام اسيمبتوت؟ 4، يبقى محتاج 4 زوايا. يبقى عوض كيب 0 يطلع لي قيمتين، عوض كيب 1 يطلع لي قيمتين، عوض عن كيب 0 يطلع لي 45 وسالب 45، انا عوض عن كيب 1 يطلع لي عندي 135 وسالب 135 زي ما انت شايف في القانون شرحناه سابقا كده. هنروح نرسم سالب 1 فين؟ هنا، ايا كان مكانها. خلي بالك الدلتا اللي بجيبها دي ايا كان مكانها بوقعها على الرسم. اجي ارسم زاويه 45 في عكس عقارب الساعه، وارسم السالب 45 في اتجاه عقارب الساعه، يبقى السالب في اتجاه عقارب الساعه والموجب في عكس عقارب الساعه. هرسم ال 135 والسالب 135 مباشره. ال 45 ده المستقيم ده على نفس الامتداد، ارسم سالب 135، يعني المستقيم ده على نفس الامتداد وده على نفس الامتداد. كده انا جبت الاسيمبتوتس عندي، ودي نقطه مين؟ الانطلاق بتاعتي. كده انا جهزت الرسمه. لو رحت ستيب 5 بجيب البريك اوي والبريك ان بوينتس. بجيبها ازاي؟ بجيب دلتا كي على دلتا اس وبسويها بالزيرو اطلع القيم. هجيب الاوبن لوب، احنا جبناها في اول خطوه اهي. هروح للكاركترستيك ايكويشن، 1 زائد الجي في الاتش بيساوي 0. هروح نعوض مباشره، قلنا دي من غير ما توحد مقامات، باخد المقام الاشاره دي زائد البسط، يبقى المقام زائد البسط مباشره تطلع بالشكل ده. طبعا انا هفك دي وخلي الكي في طرف لوحدها، تمام؟ يبقى الكي في طرف لوحدها اهي، هفاضلها تطلع بالشكل ده، هسويها بالزيرو. لما امسك دي اسويها بالزيرو احللها بالاله هيطلع عندي ثلاث قيم. القيمه الاولانيه بسالب 1، سالب 1 تقع على الروت لوكي ولا لا؟ تقع هنا، يبقى دي نقطه بريك اواي او بريك ان، هعمل لها تشيك بعد شويه. هروح للاثنين دول كومبلكس، الكومبلكس اعمل ايه؟ انا ما اعرفش انه ما يقع ولا لا، يبقى لا اعمل تشيك للكي. اروح اجيب الكي اللي انا جبتها في السلايد اللي فات، خلي بالك بجيب الكي وليس الدلتا كي على دلتا اس، بعوض في الكي، امسك الكي اعوض فيها بالقيمه دي، يعني الاس اللي هنا بشيلها واعوض عنها بالقيمه دي، تطلع عندي كي ب 6 وربع، واعوض برده بالقيمه الثانيه واجيب كي هتطلع كي 6 وربع برده، اكسبتد. طول ما كي طلع ريال عندك لازم القيمتين بيساووا بعض، يعني 6 وربع تطلع 6 وربع. طب لو طلعت كي كومبلكس؟ تطلع هنا كونجيجيت بتاعها،
ولو هي كومبلكس بتترفض، ولو هي سالبه بتترفض. بتتقبل في حاله واحده انها تبقى ريال وموجبه، ريال وموجبه. هبتدي ان عندي القيم دي مقبوله والقيمتين دول مقبولين، يبقى نروح للرسم، يبقى عندي كام قيمه ده بريك اوي او بريك ان بوينت 3. ادي اول نقطه سالب واحد، النقطه الثانيه هنا والنقطه الثانيه هنا، يبقى عندي 3 3 بريك اوي بوينت. ليه قلت بريك اوي؟ مفيش زيروز على الرسم اصلا، كل رسم عليه بولز، يبقى هي بريك اوي بوينت زي ما احنا قلنا سابق. خلي بالك هنا، طب عندي 3 بريك اوي، النقطه دي ده معناها ان الجذر ده هيتحرك كده والجذر ده هيتحرك كده، يتقابلوا هنا، واحد يطلع لفوق واحد ينزل لتحت. في نقطه هنا، يبقى ده برضه هيتحرك، بس هيتحرك في انهي اتجاه هنشوف بعد شويه. يبقى السهم اللي هيطلع من هنا والسهم اللي طالع من هنا هيتقابلوا في النقطه دي. نفس النظام، السهم اللي طالع من هنا والسهم اللي جاي من فوق هيتقابلوا في النقطه دي. تعال كده نجيب ستيب 6. ستيب 6 بجيب الانجل بتاعت الديبارشر والارايفل بتاع الكومبلكس بولز والكومبلكس زيرو. ما عنديش هنا كومبلكس زيروز، انا عندي كومبلكس بولز فقط. الكومبلكس بولز ادي واحد وادي الثاني، بجيب زاويه واحد والثاني بضربها في سالب، يبقى اجيب زاويه واحد بس. اجيب الزاويه بتاعته ازاي؟ امسك البول ده اوصله بكل اللي موجود على الرسم سواء بولز او زيروز ايا كان، واقول ده بول يبقى زاويته 6 1، ده بول زاويته 6 2، ده بول زاويته 6 3. طب والزاويه اللي انت بتجيبه ابول يبقى زاويته اسمها سيتا، يبقى سيتا تساوي 180 القانون ناقص مجموع زوايا البولز زائد مجموع زوايا الزيروز. ما عنديش زيروز هنا، يبقى دي بزيرو، فاي واحد بزيرو. هنجيب 6 1 6 2 6 3 ونعوض في القانون. نجيب 6 1 ازاي؟ 6 1 خلي بالك الزاويه منفرجه، بجيبها ازاي؟ الزاويه دي ب 180، يبقى 6 1 زائد جاما بتساوي 180، يبقى 6 1 بتساوي ايه؟ 180 ناقص جاما. طب جاما اجيبها ازاي؟ في المثلث قائم الزاوية ده، قائم الزاوية تان جاما بتساوي مقابل على مجاور، المقابل بتاعها اللي هو الارتفاع ده اللي انت رسم اللي هو الارتفاع ده 2 على 1 يديك تان جاما، يبقى جاما بتساوي تان ماينس 1 2 على 1. يبقى اقول تاني، سيتا 1 بتساوي 180 ناقص جاما، جاما اللي هي بالتان ماينس 1 بالقيمة دي تطلع المحصلة ب 116.6. هروح لسيتا 2، سيتا 2 اجيبها ازاي؟ قائمة، طول ما ده كومبلكس وعايز زاوية الكومبلكس اللي اقباله دي سيتا 2 تبقى 90 مباشرة. نروح لسيتا 3، الزاوية حادة يبقى اجيبها من المثلث على طول، بستخدم اللي هو الزاوية المكملة في حالة ان الزاوية كانت منفرجة، لو الزاوية حادة يبقى بجيبها مباشرة. المثلث اللي قدامك ده اجيب تان الزاوية دي بتساوي مقابل على مجاور، المقابل 2، المجاور هنا من سالب 1 لسالب 2 المسافة دي كام؟ 1. خلي بالك باخد القيم موجبة وليست سالب، يبقى عندي تان ماينس 1 2 على 1 تطلع بالزاوية دي. اعوض في القانون، طبعا انا عندي التلاتة اعوض في القانون لفوق تطلع عندي سيتا بسالب 90. سيتا مين؟ سيتا بتاعت ده. طب سيتا بتاعت التاني تحت سالب 90، تضربها في سالب تطلع موجب 90. يبقى تعال كده، زاوية الاول فوق بسالب 90، يبقى اجي هنا من الخط الافقي من عند البولز خط افقي واجي اقيس زاوية سالب 90 في اتجاه عقارب الساعة لان سالب، واعمل نقطة، يبقى اتجاه السهم الاول بتاع الاول تحت اهو. يلا التاني، موجب 90 عكس الاشاره اللي فوق، يبقى اعمل نقطه كده، اجي من الخط الافقي من عند البول اقيس 90 واعمل نقطه، ويبقى اتجاه كده ده الاتجاه. يبقى انا حددت اتجاه الاول واتجاه التاني، ده اسمه زاويه الديبارشر بتاع البول. طيب يلا نجيب التقاطع مع الجي اوميجا اكسس. نروح للكاركترستيك ايكويشن، جايبها في ستيب 5، اعمل الراو ستيبل زي ما اتعلمنا قبل كده. يلا اس اس 4 تبقى 1، بعد كده 9، بعد كده كي، بعد كده الصف الثاني 4 10. اضرب هنا 4 في 9 ناقص 1 في 10 على 4 يطلع لك القيمه اللي تحت. هروح اضرب 4 في كي ناقص 1 في 0 على 4 تديني كي، او ممكن اسقط الكي مباشره عشان تحتها 0. نفس النظام، اضرب دي في دي ناقص دي في دي تطلع بالقيمه دي. يلا هنا، هنا كي فاضيه ما تحتهاش حاجه، اسقطها تحت مباشره زي ما احنا اتعلمنا قبل كده. وبالتالي لازم العمود الاول ده كله اشارته تبقى موجب، يبقى ده لازم يبقى موجب وده يبقى موجب. ده عشان يبقى موجب لازم الكي تبقى عندي اقل من 16 وربع، والقيمه دي لازم تبقى اكبر من زيرو، يبقى اعمل دمج بين الشرطين، يبقى كي اكبر من زيرو اقل من 16 وربع. هروح اجيب التقاطع مع الجي اوميجا اكسس، بدور على معادله اس تربيع، يبقى 6.5 اس تربيع زائد كي بتساوي زيرو، اعوض عن كي بالحدود بتاعت اللي هي 16 وربع تطلع عندي الاس بموجب وسالب بالقيمه دي جي. تمام، ده الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه لو انت عايز تحل بيها الكاركترستيك ايكويشن، اشيل كل اس واعوض عنها بجي اوميجا، بتطلع بالشكل اللي قدامك ده. بعد ما اعوض افك طبعا والم الماجنري مع الماجنري والريال مع الريال. هروح للماجنري ده بيساويه بزيرو، يبقى اخد اوميجا عامل مشترك من هنا يطلع بالشكل اللي قدامك ده، يبقى ليها قيمتين، يا اما اوميجا بزيرو يا اما الكوس ده بزيرو. الكوس ده يطلع لي اوميجا بموجب وسالب الجذر اللي قدامك ده. هروح للريال، الريال بيساوي زيرو، يبقى اخد كيف طرف واودي الباقي الناحيه الثانيه.
عوض مره الاوميجا بزيرو تطلع كي بزيرو، عوض الاوميجا بالقيمه دي تطلع عندي الكي ب16 وربع. يبقى عندي تقاطع مع الجي اوميجا اكسس عند الاوميجا بزيرو وقتها الكي بزيرو، والتقاطع الثاني عند موجب وسالب الجذر 2.5 وقتها الكي ب16 وربع. خلي بالك ده اوميجا بضربها في جي عشان انا بشتغل على الجي اوميجا اكسس، وبالتالي الانترسكشن اللي انا قلت عليه زي ما انتم شايفين والرينج بتاعي بيبقى من 0 ل16 وربع. نروح نرسم، بالتالي ادي رسمت الاسيمبتوتس عندي. نروح ل هي ما تنساش دي بريك اواي بوينتس 3، دي الاسهم بتاعت الاثنين بولز الريال. نروح للزاويه بتاعت مين ده؟ زي ما قلنا سالب 90 ارسمها اهي، والتاني موجب 90 ارسمها، تمام؟ هتبتدي الجذور تتحرك معايا، الجذرين دول هيتحركوا ويتقابلوا في النقطه دي، وفي نفس الوقت الاثنين اللي فوق بيتحركوا، هيبقى هنا في تقابل. بص كده على الرسم، الاثنين بيتحركوا اهو، حصل تقابل بيطلعوا فوق، بيتقابلوا كل واحد بيطلع مقارب للاسيمبتوت بتاعه. تاني الاربعه بيتحركوا في نفس التوقيت، هيحصل تصادم الاول هنا، ده هيتحرك يحصل تصادم هنا، وبالتالي كل واحد هيروح في اتجاه مقارب للاسيمبتوت بتاعه. تاني وبالتالي لو انت لغيت النقطتين دول وما خدتهمش في الحسبه كانت الرسمه هتطلع مختلفه شويه. طبعا هنا قلنا ان البدايات دايما بيبقى الكي بزيرو والنهايات عندي الكي تقول لي ما لا نهايه. التقاطع عندي هنا انا جايبه بالقيم اللي قدامك دي، وقتها الاوميجا 1.58% اضربها في جي، تمام؟ والكي وقتها ب16 وربع. الكي 16 وربع تحت، الجي اوميجا اكسس بيبقى بسالب جي 1.58%. طبعا عشان احصل على قيم ادق بعمل الجدول، ابتدي كي من 0 لغايه 40 وامشي 4 في كل مره. خلي بالك عند 16 وربع لازم تاخدها في الحسبه، ليه؟ لان ده التقاطع. فعلا هتلقى الجذرين عند ايه؟ جي اوميجا اكسس اهو، تقاطع مع الجي اوميجا اكسس. لو لاحظت ان عندي الجذور كلها قيمها بتتغير في نفس التوقيت، معنى كده ان الجذور بتتحرك كلها في نفس التوقيت. طبعا الجدول ده هعمله اسقاط على الرسم عشان ابتدي احصل على رسم ادق شويه. ليه رسم ادق شويه؟ لان ده هستخدمه في فيديو قادم في حاله ان انا لما اديك زيتا اجيب ازاي الجذور بتاعتي الكلوز لوب، تمام؟ طبعا دي الرسمه على الماتلاب زي ما انتم شايفين. لو انت عايز تجيبها على الماتلاب دي اصل المعادله الاصليه عندك اهي. طبعا انا عشان اشتغل عليها فكيت دي، تمام؟ يبقى ممكن استخدم الاس ترانسفير فانكشن سنجل كوت اس، وتجيب الجي في اتش بتساوي 1 على دي كلها، انا حطيتها بشكلها الغبي زي ما هو اهو. او ممكن تفك دي وتحطها بالشكل التاني. طبعا هنقول ار لوكس جي في اتش، وممكن تحلها بالطريقه الثانيه ان انت تاخد البسط هنا بواحد، بتلغي او تهمل الكي وتقول البسط بواحد، وعندك المقام بتفك دي طبعا، فكيت دي بالشكل ده اهو. يا اما اضربها يعني اضرب دي اللي هي دي اس زائد 2 اهي، ودي طبعا هفكها، لازم تفكها تطلع بالشكل ده، واقول الجي في اتش ترانسفير فانكشن بسط ومقام، وابتدي اقول بي زي ماب عندك. الامر ده مش هحتاجه طبعا، انا بوريك بس ازاي تجيب موقع الجذور. انا يهمني الار لوكس عندي الجي في الاتش، او ار لوكس البسط والمقام. وبكده فيديو النهارده انتهى، وده كان المثال السابع. انتظرونا ان شاء الله في فيديوهات قادمه هنضيف امثله اضافيه للسلسله دي، بالاضافه اللي هناخد الليد واللاج والليد لاج كومبنسيتور في الروت لوكس. وشكرا جزيلا.